متصلين إياكم بمشوارنا لهذا اليوم. وصلنا إياكم للفقرة الجميلة والمميزة اللي دائما ما ينتظروها كثير بالضبط من الناس حتى يتعرفون على الأبراج. أكيد طبعا وصلنا مشاهدينا لفقرة الأبراج. أكيد منورنا الفلكي سلمى. يا صباح الخير. يا صباح الخير. صباح التفاؤل. النور نوركم يا جمال جمالكم. مرحبا. صباحك خير وعافية. صباحكم خير. خليني أرحب بجميع متابعي قناة التغيير الفضائي وأقول لكم صباحكم عراقي مليء بالطاقات الإيجابية والحيوية. أعزائي فقرة الأبراج مخصصة للإجابة عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في جميع المواضيع لإيجاد حلول المشاكل العالقة من منظور باراسيكولوجي فلكي. قبل كل شيء خليني أتحدث عن التوقعات الفلكية للأسبوع الحالي، طبعا ابتداء من يوم السبت، عفوا يوم الأحد اللي هو اليوم المصادف للسادس والعشرين من شهر شباط فبراير إلى الجمعة الثالث من شهر آذار مارس. بعجالة الخارطة الفلكية للأسبوع الحالي، بلوتو في العشرية الثالثة من مجموعة الجدي الترابية، في العشرية الثالثة من مجموعة الدلو الهوائية تواجد كوكب زحل الساتون، وكوكب عطارد في العشرية الأولى من مجموعة الحوت المائية. أيضا في مجموعة الحوت المائية انتقل كوكب أو عفوا أشعة الشمس. في مجموعة الحوت المائية في العشرية الثالثة يتواجد كوكب نبتون، كوكب الأوهام والأحلام، وفي العشرية الأولى من مجموعة الحمل النارية يتواجد كوكب جوبيتر والزهرة باقتران على درجة عالية. في مجموعة الثور الترابية يتواجد كوكب أورانوس في العشرية الثانية، كوكب المتغيرات والمفاجآت، وفي العشرية الثانية من مجموعة الجوزاء عفوا الهوائية يتواجد كوكب المريخ، كوكب الانتفاضة. أقدر أتفع في الأسبوع الحالي مقارنة بأسبوعنا الماضي الثور السرطان العذراء الجدي والحية والأبراج اللي ستواجه انخفاضات في أسبوعنا الحالي مقارنة بالأسبوع الماضي الأسد الميزان العقرب القوس الدلو والخنزير. حركة القمر اليوم الأحد في مجموعة الثور الترابية، الاثنين والثلاثاء في مجموعة الجوزاء الهوائية، الأربعاء الخميس والجمعة ثلاثة أيام راح يكون في ثلاثة أيام من هذا الأسبوع نهايته راح تكون القمر في مجموعة السرطان المائية. الحمل له مفاجأة غير متوقعة، أربعة نجوم، الثور قمة في النشاط والحيوية خمسة نجوم، الجوزاء في شباك الغرام وله خمسة نجوم، السرطان يتصالح مع الحبيب وله خمسة نجوم، الأسد يتوتر لأتفه الأسباب له نجمتين، العذراء يعد من حساباته المهنية له ثلاثة نجوم، الميزان عليه الحذر من مخاطر الطريق نجمة واحدة، العقرب عليه الحذر من الأعداء نجمة واحدة، والقوس يشعر بالقلق والتوتر له نجمة واحدة، الجدي يستنشق الصعداء له ثلاثة نجوم، الدلو مبعثر الأفكار نجمة واحدة، الحوت لديه لقاء مميز ثلاثة نجوم، الأبراج الصينية الحية يحقق انتصاره خمسة نجوم، والتنين تتسلط عليه الأضواء ثلاث نجوم، العنزة يسعد بصحبة الأحبة له ثلاثة نجوم، الخنزير تزداد إنفاقاته له نجمة واحدة، والأبراج الهندية مولود برج القندز لديه خبر سار إلى ثلاث نجوم، والدب يحقق مكسب قانوني له ثلاثة نجوم، والسلحفات يترك عمل وله نجمة واحدة، وأخيرا مولود برج شجرة التفاح الدرويدي خطوتين إلى الأمام. طبعا الصدارة هي إلى مولود برج الثور هذا الأسبوع، والارتفاع إلى الحمل الجدي والعذراء، وانخفاض إلى الميزان العقرب والأسد. وبداية الأسبوع الحوت مرتفع، طبعا هذا اليوم ايضا راح يكون الحوت مرتفع، اعتبارا من يوم غد ولمده 3 ايام راح يكون الجوزاء مرتفع وتنخفض مؤشرات القوس، وفي اخر يومين من الاسبوع يرتفع السرطان وتنخفض مؤشرات الدلو. افضل الابراج هو الحيه الثور، واسوا الابراج الخنزير الدلو في العشريه الاولى، وملك الاسبوع هو مولود يوم الخميس الثاني من شهر اذار مارس برج الاسد. نعم لما وصلت لي الاسد هيك اجتني ما اعرف يتوتر لاتفه الاسباب ما ادري اجتني ضحكه ما ادري اجتني فتشيش يعني قلت لك واحد جاي ينحكي عليه وهو قاعد يمي تذكرته قلت اكيد هسه راح يعني خليني بباله فاجتني فت حاله لما وصلت لي الاسد طبعا تذكرت البرج مالتك اني ماكو هماتين انت يعني دلي مبعثر الافكار شلون والله يعني انسان اليوم يتوتر لاتفه الاسباب اني خايف تتوتر علي يعني لا بالعكس انت منورنا اليوم في حلقاتنا وتنطي طابع جميل جدا للبرنامج، رونق جميل جدا. هوايه ناس يعني بالاخص بدايه الاسبوع يحبون يعرفون شنو راح يصير وياهم، يعني عالم الفلك عالم متشعب وكبير جدا، وممكن من خلالك هوايه ناس اليوم يتحصلون على معلومات
تفيدهم بالأخص ممكن لجانب الصحة، الجانب العاطفي غيرها. احنا بالمناسبة هذه ناخذ بنظر الاعتبار حركة القمر من جانب، وناخذ بنظر الاعتبار حركة الكواكب الأخرى، يعني مو فقط القمر. يعني مثلا احنا عندنا انتقال أشعة الشمس، هذه جدا مهمة. أشعة الشمس تعطينا النشاط والحيوية والطاقة. أشعة الشمس هسه لما نجي نتحدث مثلا عن التوقعات الشهرية إلى برج الحمل يعتبر منخفض الشهرية، لكن الأسبوعية هذا الأسبوع الحمل عنده ارتفاع. ليش؟ هاي مثلا نعطيك كمثال معين. ليش أشعة الشمس لما تدخل في مجموعة الحوت هي داخلة تعطي دعم في المنزل 12 بالنسبة للحمل اللي هو منزل الأعداء، فبالتالي الحمل راح يتعب، يصير عنده كسل فلكي خلال الفترات الحالية. شو وقت راح ترتفع مؤشرات الحمل الشهرية؟ هنا نتحدث بشكل عام بعد 21/3، من 21/3 إلى 20/4 هنا الشهريا، خلينا نقول الحالة الشهرية بالنسبة لمود برج الحمل عنده ارتفاعات، في حين أنه الثور راح يواجه شنو؟ كسل فلكي، عنده يعني خلينا نقول فتسترس معين. بالتالي هذه الحالة العامة، لكن لما نجي نخصصها لا، احنا عندنا مجموعة كواكب متعددة أخرى، مو بس أشعة الشمس كنجم مؤثر، مو فقط القمر مؤثر، عندنا كواكب عطارد وعندنا الزهرة وعندنا المريخ وعندنا كواكب متعددة أخرى. فبالتالي بالخصوصية هنا راح نقول مثلا، طبعا الخصوصية بالأسابيع والخصوصية بالأيام، للمعلومات اكو خصوصية أيضا بالساعات همتها موجودة. يعني احنا لما اليوم إذا أريد أتحدث عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر وبعمق أكثر، لا عملية معقدة جدا جدا معقدة. طيب بالأخص أنه أحيانا مو تسألون فقط عن اليوم والشهر والسنة لمواليد الشخص، وإنما حتى الوقت اللي نولد به. هذا طبعا حتى نطلع الطالع. الطالع، وهذا سؤال كلش مهم. مرات شنو؟ مرات عندنا مثلا شخص البرج مالته، نفرض برج الأسد، نسأل عن ساعة الولادة طبعا ويا السنة، ناخذ نظر الاعتبار. الطالع راح يعتمد عليه من على ساعه الولاده ومكان الولاده، لانه ناخذ بنظر الاعتبار خط غرينتش والزياده والنقصان في التواقيت. اذا يطلع عندنا مثلا الطالع العذراء، هسه صار عندنا مثلا الاسد كبرج، الطالع عذراء، هذا الشخص هذا من الشخصيات المضطربه، راح يكون من الشخصيات اللي تتعب بحياتها، من الشخصيات اللي هو بالاساس بين قوسين حظوظه بالحياة ما راح تكون حظوظ عالية. ليش؟ إن أنا هو يحمل التناقضين، يحمل الأسد ويحمل العذراء. العذراء هي الصفات الشخصية، الأسد هي التأثيرات الفلكية. فبالتالي شو راح يصير عندنا؟ احنا عندنا تناقض، لأنه بين العذراء وبين الأسد زاوية، يعني خلينا نقول زاوية نصف سكستايل، اللي تقريبا نقدر نقول 30 أو أكثر أو أقل. هذه الزاوية تعتبر زاوية حرجة، تعتبر زاوية يعني متعبة بالنسبة حتى بالانسجامات. فبالتالي هذا راح تأثر، يعني هذا راح تأثر بشكل عام عليما على الشخصية نفسها. يلا خلينا نشوف الاتصالات. يلا المخرج سارة، عاشت الأسامي، بس قولي لي سارة بالألف. لا، الهاء المربوطة. ها شنو الهاء المربوطة؟ سارة انت لو شنو؟ سارة هاء سارة 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 بالتاء ياها مربوطة. عيني وين يا مربوطة؟ يلا مو احنا هذا الزمن كل شيء تغير بيه، صارت الشكرا بالنون والها ما تعرفين شنو الفيلم، والضاد والطاء ما حد يميز بيها. تعال مدورة. يلا انت لحظة، انت سارة ولا تارة؟ لا سارة. تارة بالتاء. تارة اي هم ماكو مربوطة. يلا تارة، مواليدك؟ أني 1/1/75، بس أني مو هذا الحقيقي برجي، سجلوني عود على مود سنة جديدة. زين. فأني ما أعرف برجي شنو. ها زين الحقيقي، يعني ما سألتي الوالدة مثلا؟ مو قديمة يعني 75، أوكي يعني مو خلينا نقول خمسينات حتى نقول شوية صعبة ذاك الوقت. الوالدة أمية ما تعرف. ما تعرف بهيجي شيء. لا اسمعيني عيني، اسمعيني، قولها الوالدة، قولها مثلا انت 1/1/75، خلينا نشوف شي احد صار بال 75. متوفية. ها الى رحمة الله. اسف الى رحمة الله. الله الى رحمة الله. فما تعرف، هي اصلا ما تقرا وتكتب يعني. زين ماكو يعني خالة عم هيك شي؟ زين الوالد سني والد مثلا. اني ذول تحكي عنهم كلهم بالنجف واني ببغداد، فما عندي اتصال بيهم، بس اريد اعرف يعني اني صفاتي دورات اقرا برج القوس، احس نفسي قوس اكثر من الجدي. تحسين نفسك قوس اكثر من الجدي؟ مو هنا لا تنسين هذا يجوز له علاقه بالطالع، قد يكون ساعه ولادتك
لها علاقه بطالع القوس. على اي حال هسه انا حتى يعني راح راح نشرح لك على القوس نشرح لك على الجدي وانت بكيفك اختاري. يلا يلا زين زين، انت ما تعرف الصفات يعني هذا شخص قوس او جدي؟ مو ها هسه راح نطيش فد معلومات معينه ممكن نتوصل لكن ما نقدر نكون دقيقين جدا. نتوصل يعني مثلا القوس، القوس كشخصيه ناريه، شخصيه قياديه، شخصيه سريعه الحركه، شخصيه بشكل عام نقدر نقول قريبه للحيويه اكثر من اللزوم. القوس بشكل عام هسه القوس والجدي اكو فرق كبير. يعني القوس بشكل عام شكليا من الابراج المحظوظه لانه ياثر على كوكب المشتري فتكون عنده ضربات حظ كثيره بالحياه، وشكليا مولد برج الجدي نقدر نقول ايضا من الابراج اللي بالعكس ما محظوظه راح تكون، عندهم متاعب وبذل مجهود بالحياه. الجدي عملي، عملي مادي. هسه مادي مو يا اللي تقول له مادي يضوج من هالكلمه هاي، لا انا اقصد جدي عملي اكثر من اللزوم. الجدي هادئ يعني هسه ممكن انت شخصيتك الان شخصيتك الان لما تكون شخصيتك اندفاعيه انت قريبه الى القوس، لما تكون شخصيتك هادئه تدفعين مع الامور بهدوء فانت قريبه الى الجدي هنا. لما تكون شخصيتك انت حيويه رياضيه حركه نشاط قريبه الى القوس، لما تكون شخصيتك لا يعني خلينا نقول بها خمول اكثر من النشاط والحيويه وما الى ذلك هنا الجدي. لما تكونين انت ذات اتجاهات سياسيه تحبين السياسه عندك فد بصيره معينه عندك انت هنا جدي. لما تكونين انت انسانه تحبين الرياضه اكثر شيء، تحبين التطلع وتحبين دائما الامور اللي لها علاقه بالامور الديناميكيه خلينا نقول، فانت برج القوس. هسه هنا انت راح زين أكثر لما اكثر صفه واحد يتميز بها عن القوس الجدي شنو اكثر صفه يعني؟ اكثر صفه بين القوس والجدي الجدي هادئ اكثر من القوس، القوس مندفع اكثر. يعني الاندفاع والهدوء. متسرع قصدك؟ متسرع؟ يعني متسرع مندفع قيادي يعني متطلع اكثر. وخلي بالك فد شيء، القوس يكون عنده متفائل اكثر من الجدي. متفائل اكثر من يعني مو معناته الجدي ما متفائل بس اكثر من. اوكي؟ هسه انت وين صرتي؟ ما طيناك القوس وطلعتي الجدي، هسه انت ايش صار عندك؟ انقطع. يلا بس هي بالمناسبه هي برج النمر، يعني هسه هنا اذا ما قدرنا نطلع البرج البابلي مالتها هي برج النمر، يعني معناته انه والنمر الخشبي هذه شخصيه قياديه، شخصيه قويه فكريه. النمر الخشبي يكون متطلع، يعني خلينا نقول اكثر شيء ينجح بالامور الدراسيه، الامور العلميه، شخص لبق يصل الى اهدافه بشكل سريع، لكن بشكل عام ما تكون محظوظه بالجانب العاطفي. رنا ها محمد يلا محمد. صباح الخير محمد. الو. هلا محمد، هلا بيك. صباح الخير. صباح الخيرات، علي لي صوتك ومواليدك. تمام. 20/1/1992 الساعه 11 الصبح يوم الاثنين، ممكن اعرف البرج زين. شنو سؤالك؟ شنو سؤالك يا محمد؟ نعم سؤالك ما اسمع سؤالك يا محمد. سؤالك يور كويشن بصوره عامه، واريد اعرف البرج بالتحديد. يعني ممتاز بصوره عامه وتريد تعرف البرج بالتحديد. هسه انت نعم. كبرج خلينا نقول اول يوم من برج الدلو، وهذا من الايام اللي عاده ما محبذه لانه دائما اللي ينولد باول يوم بالبرج او باخر يوم بالبرج يكون مولود ما بين برجين، فبالتالي بشكل عام يتعب في حياته، يعني يبذل مجهود. اوكي؟ التاثيرات الفلكيه بالنسبه له راح تكون يعني متعبه. الجدي الدلو انت ما بين برجين، لكن اذا اريد نحلل كبرج واحد فانت الدلو، اول يوم بالدلو. الصفات الموجودة أنه أمور برج الدلو معروفين بحبهم للمتطلعين، بالأخص الأمور الدراسية، الأمور العلمية، الدلو يحبون الأمور العلمية، مودرن، من الشخصيات اللي معطاء لكن تحتاج إلى من
شايف مرات الصناديق المقفلة اللي نحتاج فقط نفتحها، نفتح الصندوق، أنت مليء بالعطاءات، مليء بالأفكار، مليء بالعطاءات، بس تحتاج إلى داعم. بالمناسبة أنت المواد برج القرد بالأبراج الصينية، وهذا من الأبراج هذه السنة هي من الأبراج الصاعدة، خلي في بالك. القرد بدأ يصعد بشكل جيد، أفضل من العام الماضي، من الشخصيات ذات التفكير التجاري وتنجح بالدراسة، عفواً بالتجارة، بالتجارة تنجح بشكل جيد جداً. فعليك يعني أنا نصيحتي بهذا الجانب، استخدم الأفكار أو خلينا نقول التطلعات أو والأمور التجارية، الأمور المالية تنجح بها بشكل جيد جدا كدلو وكقرد. إضافة لهذا هم تأخذ شوية من الجدي. يلا يا أسماء، أسماء أسماء، يلا أسماء، راحت أسماء، يلا اتصال مخرج. الو، ما يريد يقول اسمه. يلا ظهر هذا اسم كلش حساس، ماكو بالعراق من عندي خير، بس كم خاف هذا خاف نفس اسمي. السلام عليكم. عليكم السلام. انا ماكو بالعراق، لا بالعراق ولا بالوطن العربي كله. يلا تفضلي، هلا بيك. امتى عرفت؟ 22/12/2005. 2005؟ اي من ناحيه الدراسه. 2005 22/12/2005 عن الدراسه. أي بصوره عامه عن فرج. بصوره عامه وعن الدراسه. اي توفقي عن الدراسه. وليش يعني احس من صوتك شيء شيء يعني ما عندك نبره تفاؤل وليش؟ لان عنيده يعني تدرس بس تعاند يعني. ها انت دا تحكي دا تسالين. لحظه لحظه، وقف 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 وقف. انت دا تسالين عن فتاه مواليد 22/12/2005 مو هيك؟ نعم نعم. موجوده امك؟ خلينا نسمع صوتها، يجي صوتها بتفاؤل. هسه انت صوتك صوتك يعني مريضه. ها هي مريضه. يلا يلا خير ان شاء الله، ان شاء الله بالشفاء. 22/12/2005 اذا تسالين على الدراسه تتعب، خلي ببالك عن الدراسه تتعب، تبذل مجهود تحصل، عندها حظوظ حلوه على النهايه، او خلينا نقول نقدر نقول على الشهر السابع الثامن عندها حظوظ حلوه، لكن بتعب، بدون تعب ماكو، ما بها مجال. نعم. اي شنو سؤالك بعد؟ على الدراسه نهيناها، تتعب تبذل مجهود، اكو ناس محظوظين بالدراسه يقرون قليل. نعم. شايفه باعي شايفه، شوف الناس المحظوظين بالدراسه ايش قد حلو. الامتحان مثلا، الامتحان بعد يوم ولا ثلاثه، هو قبل الامتحان بساعات يجي يلزم الكتاب يفتحه يروح على فد 10 اسئله، يروح الامتحان من العشر اسئله تجي فد 4 اسئله. هذا نعم. المحظوظ، هذول المحظوظين بالدراسه اللي نحكي عليهم. واكو اشخاص معينين يقرا الكتاب كله زين، واحتمال يجي سؤال مو من الكتاب. نعم هي شاطره يعني تقرا. هو انا قاعد احكي لك عن المحظوظ بالدراسه، اكو ناس شو تقول لك؟ تقول لك اللي يدرس يحصل، لا مو هيك، اكو مرات يدرس ما يحصل، هم اكو شيء يعني، بس اللي ما يدرس ما يحصل، هم ينتهي من عنده، اللي ما يدرس هم ينتهي من عنده، لكن اللي يدرس ممكن يحصل ممكن ما يحصل، هم ما تعتمد، تعتمد على الاسئله اللي راح تجي، تعتمد على تصحيح الاستاذ، شايفه مرات الاستاذ لما عنده قدامه فد خلينا نقول فد 200 دفتر دي صحح، ويجي نعم. هذا الغير محظوظ بالنهايه. بعد هو لعبانه نفس الاستاذ، زين؟ انطيك شلون ما كانوا خلاص. مرات تصير تصير، يعني اكو ناس غير محظوظين بالدراسه يتعبون يبذلون مجهود ما يحصلون الشيء اللي يردوا. بنتك تتعب تتعب، لازم تبذل مجهود، يلا تحصل، اذا ما تبذل مجهود يعني توصل، يعني الاخ استاذ توصل وين توصل؟ يعني الكل اللي تريدها. شو تريد يا كليه؟ والله يا مرضي يعني ما تعرفين يا كليه؟ هي عنيدة يعني ما تدرس. لا غير تقولي لي يا كلية. ريت كلية يعني لبالها. علي حال علي حال، لو تقولي لي يا كلية كان قلت لك توصل إلها إن شاء الله. لا لا ليش؟ لأنه أنا ماخذ بنظر الاعتبار هذه المواليد بالذات، هذه المواليد بالذات يعني خلينا نقول بداية الجدي على 2005 اللي هم مواد برج الدجاجة، فبالتالي أقدر أقول لك يا كليات ممكن تنجح بها او تكون هي من الشخصيات المتفوقه بيها. نعم يلا ان شاء الله تحصل، لكن بتعب تبذل مجهود. وبالمناسبه بالمناسبه هي ايضا تعتبر مولده ما بين برجين، يعني هي تعتبر اول يوم بالجدي، وهذا ايضا بمتاعب، خلي بالك. عاده اللي يولدون ما بين برجين يبذلون مجهود في حياتهم، ولهذا احنا دائما ننصحهم مثلا خلينا نقول الاحجار الكريمه تخفف من الضغوطات الفلكيه، تخفف نوعا ما، بالاخص المولدين ما بين برجين مثلا.
الخارطة الفلكية أيضا مهمة، لا واحد يقتنيها، يعرف الأوقات الإيجابية والأوقات الغير إيجابية أو الغير المناسبة. يعني على حال بشكل عام أقدر أقول لك هي تتعب، تبذل مجهود تحصل إن شاء الله، لكن بعدها بذل مجهود تبلغيها ودير بالك وياها، ما تلت الحين وياها والتعبين، لأن هي بلي شيء يعني جديدة دجاجة، يعني هي بلي شيء حياتهم بها تعب. يلا المخرج، أكو سؤال، أكو اتصال آخر. نور من البصرة، حي الله البصرة وأهل البصرة. يلا نور. الله يحييك. 100 هلا 100 هلا. يلا نور. 14/4/94 وبرج 14/4/94. نعم ممتاز. شنو سؤالك يا نور؟ عايز اعرف الطالع. لا الطالع يعتمد على ساعة الولادة ويوم الولادة، وما راح نقدر نطلع لك اياه هسه لان هذا جدول عميق. يعني ساعة الولادة بالوحدة ونص بالليل. واحدة ونص بالليل، يعني أشك بأنه الطالع راح يكون الجدي، أشك بس ما أقدر أحدد الأشياء بالضبط لأن ما عندي جدول حاليا، ما يحضرني جدول الطالع. زين هذا لازم تدخلين على الموقع، موقعي تشوفين هناك بجدول الطالع. بس أحكي لك على البرج، أنت يمكن تقصدين بالطالع البرج مو هيك؟ نعم. أي البرج مالتك هو برج الحمل بالعشرية الثالثة، المؤثر الأساسي للمريخ والكوكب المؤثر الثاني وهو كوكب الزهرة، وأنت من الشخصيات اللي خلي بالك فشيء، انت من الشخصيات المحظوظه وعندك رقم حظ 5، هذا من الارقام الحظ اللي انا اعتبرها يعني اغلب الملوك اغلب الشخصيات البارزه كذا ارقام حظهم 5، فانت عندك راح تجي ضربات كلش حلوه بالحياه عليك ان تستغليها لان بيها صعدات قويه. رقم الحظ يدعمك. نعم الارتباط. على الارتباط عندك واحد ببالك مثلا موجود لو شنو؟ لا. ها بشكل عام اكو شخص ببالك على ان تعطينا مواليده واشوف لك الانسجام لو تسالين بشكل عام عن وضعك؟ لا بشكل عام عن الارتباط. بشكل عام عن الارتباط، هاي السنه اكو ارتباط ان شاء الله. الارتباط شنو نوعيته ما ادري، قد يكون خطوبه، قد يكون تعارف، قد يكون قبل زواج، بس اكو ارتباط هاي السنه قطعا وراح تتذكريني. زين والصحه؟ صحه. الصحه الحمل ما عندنا اشكاليه وياه، لكن لما يقترن ويا الكلب راح ينطينا تفاؤل ويعطينا احباطات، فالصحه النفسيه بها تعب بسبب سنه، يعني خلينا نقول بسبب برجك كبرج الكلب لما يندمج مع الحمل يعطينا ازدواجيه بهذا الجانب. خلينا نعطيك فد معلومه معينه، انتم من الابراج الحلوه، الابراج اللي المرغوبه، اللي بكل مكان الناس ترغب ان تتحدث وياها وترغب ان تتفاعل وياها، مشكلتك انه دائما تحتاجي الى داعم، والحالات الاحباطات تجيش من برجك كبرج الكلب وليس الحمل، فهذه موجوده عندكم. هذه اذا قدرتي ان تقوين من شخصيه الحمل على حساب الكلب الموجود في داخل الشخصيه، اقدر اقول لك انت من الشخصيات اللي حظوظ كل جميله وحلوه وحتى على الجانب الصحي ممتازه جدا. نعم. اقدر اسال عن مواليد ثاني؟ اكيد يلا قولي. 9/2/2001. 9/2/2001 زين. التوافق مع 16/12/99. 16/12/99 حلو. نعم. البنية 99 اسمها مريم، والولد اسمه زين العابدين مواليد 2001. زين العابدين 2001 ومريم 99/16/2. زين العابدين 16/12 العفو 16/12 وزين العابدين 9/2 برج الدلو. نعم. برج الدلو برج القوس. حلو توافق. يعني حلو جيد بيناتهم. حلو توافق جيد وحلو لطيف حلو خش توافق. بس هاي البنية نحسة على فكرة. البنية نحسة. اي بالمناسبة يعني هسة نحسة وذا نحسة، يعني مو فد شيء سيء يعني، بس هي طبيعتها بشكل عام يعني مو سهلة مو سلسة يعني. هاي بالمناسبة من الشخصيات المحبوبة جدا، هاي الفتاة غير محبوبة لطيفة مرغوبة، يعني بها طاقات إيجابية حلوة، مشكلتها أنه نحسة يعني تنقنق على أمور معينة قلقة دائما قلقة. بالضبط أحسنت، قلقة عندها حذر من الـ يعني هي عندها خوف حذر من المحيط اللي من حولها كلش صحيح كلامك. وخلي بالك فد شيء، هي من النوع اللي يعني ها عندها أنفة. شو تعرفين شنو أنفة؟ يعني مغرورة، يعني عندهم غرور يصير. بالمناسبة الغرور هذا للاشخاص اللي من حولها، يعني هي تشعر بنفسها مو مغروره يعني، لكن الاشخاص اللي من حولها يشعرون بانه اكو غرور معين، يعني عندها برستيج خاص. بس توافق حلو ان شاء الله، ان شاء الله حلو.
وحتى فرق العمر مو فرق كبير يعني، هي اكبر من عنده ايش قد سنتين مو هيجي يعني، مو فرق لكن الفرق الكبير. اوكي ان شاء الله ان شاء الله خير. اسال معي بالمواعيد الثانيه. يلا يلا طلعي لي يلا طلعي لي العشيره كلها يلا قولي. 71 شلون؟ 71 70 يلا منو؟ اسمه حيدر. حيدر ايش بيه حيدر؟ التوافق مع 15 1 76. 15 1 76 اي اسمها ازهار. ازهار توافق بين العصر. اي هذه ازهار ازهار خطره يعني، مو هينه يعني، مو يعني يعني خلينا نقول فقيره. اي طبعا فقيره هي. هسه تطلعين انت هاي ازهار؟ لا امي. لو انت لو اختش طبعا هي اكيد من ما فقيره كذا. لا لا عليها. شوفي 15/1/1976 يعني اقدر اقول شخصيه الارنب الخشبي، شخصيه الجدي هنا أنا. لا هذه تبذل مجهود بحياتها، حياتها بذل مجهود، لكن هي ليست من الشخصيات، ليست من الشخصيات الهينه، هذه ايضا شخصيات لها برستيج معين يعني، مو من الشخصيات اللي تتنازل حتى لو يظهر لها بالشكل الظاهري، لكن هي بشكل عام هي لا من الشخصيات اللي يحس بداخل. بالمناسبه هذه تاخذ الحساسيه العاليه من الجدي، عفوا من الارنب، تاخذ حساسيه عاليه اذا كان ولهذا التعامل معها من الطرف الاخر لازم يكون ياخذ بنظر الاعتبار الكلمات، معسول الكلام، هذا ياثر عليها كثير يعني، الكلام الغير جيد او الكلام اللي حتى الغير مقصود. زين نعم. فهاي يدير بال الشخص المعني، يدير باله بالتعامل معها بالاخص بالحديث بالحوار بالكلمات، تتاثر بالكلمات، تتاثر بوسط الكلمات، تدير بالك. زين يعني هو من الشخصيات هاي السنه كلش حلوه يعني، بس هم يبذل مجهود، هم عنده بذل مجهود يلا يحصل يعني، مو بسهوله. التوافق بيناتهم لا بيه متاعب، لانه دلو بجدي يعني برجين واحد بعد الاخر، لا اكو متاعب، اكو بذل مجهود من الطرفين يعني، يحتاج تنازلات بين قوسين من احد الطرفين الى الطرف الاخر حتى تستمر الحياه بشكل جيد. عندك بعد سؤال يا منو؟ نور بعد. يلا 26/12/96 اسمها حوراء. حوراء جدي برج الفار. حلوة يا حوراء، شو تريد حوراء؟ يلا شو تسأل؟ يعني هي محظوظة أو لا؟ إن شاء الله محظوظة. صح هي برج الجدي، أكو بذل مجهود، بس هي الجدي بالعشرية الأولى، الجدي بالعشرية الأولى محظوظ أكثر من باقي أنواع يعني، خلينا نقول العشرية الثانية والثالثة، لأن هنا يدعم أيضا المشتري يعني، عدا زحل اللي يعطي بذل المجهود يدعم ايضا المشترك كوكب ثانوي، فلا اكو حظوظ ان شاء الله، حظوظ حلوه ان شاء الله، حتى عاطفيه جيده، لكن بعد 15 اذار يعني، خلينا نقول بعد اقل اكثر من اسبوعين بشويه راح يكون اكو عندها حظوظ جيده، اكو تحولات حلوه ان شاء الله، وهي من الشخصيات الحلوه هاي السنه، اطمئن يعني. شكرا استاذ سيدي. يا ميت نورتيني. تحياتي لك الكادر. تحياتنا اليك ولاهلنا بالبصره، ميت اللي نورتينا يا طيبه، هلا بيك. زين. طيب نسأل عن الفرق ما بين المواليد بالنهار وبالليل، بالنسبة للناس اللي على سبيل المثال ينولدون الفجر، ينولدون الصبح، ممكن الظهر، العصر، بالليل، شنو الفرق؟ يعني مرات هي شوف هاي نرجع نقول أيضا من الناحية الشكلية، احنا اكو أمور شكلية واكو أمور واقعية عملية. الشكلية هي نظرية، لكن هاي النظرية ممكن أيضا تؤخذ بنظر الاعتبار، يعني ناخذ بنظر الاعتبار. شكليا اللي ينولدون الصبح يكونون متفائلين اكثر من يولدون بالليل. نعم. تفاؤل يصير اكثر باعتبار انه الشمس هي المؤثره عليهم اكثر من الليل باعتبار انه القمر وما الى ذلك. بالطبع. تحياتنا لحضرتك وشكرا لتواجدك ويانا الفلكي سلمى، اللي دائما يعني تضيف شيء جميل جدا للبرنامج، خاصه انه كثير من عندنا نطلع على معرفه ابراجنا ممكن بشكل يومي او اسبوعي على الاقل. تحياتي لكم. شكرا لك، واكيد تنورنا في برنامج صباحك عراقي، ودائما وجودك يضيف معلومات واشياء جدا جميله خاصه